And we have the archaeologist, the famous one, مصطفى وزيري. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. احنا فرحانين قوي بيك، كل الناس فرحانة بيكم، الجماعة حواليك، أنت عندك شعبية كبيرة قوي. ليه؟ السبب إيه؟ بصي بقى يا ستي، أنا بحب الناس دي كلها، بحب الميديا من كل أنحاء العالم، المصرية والعربية والأجنبية. وهنا هقول نقطة في منتهى الأهمية. في نهج انتهجته وزارة السياحة والآثار مهم جدا لتنشيط الحركة السياحية عن طريق إيفنتات مختلفة. يمكن أنت لاحظتي والعالم كله لاحظ، من بضع أسابيع عندنا كان فاشن شو جميل جدا في معبد حتشبسوت لستيفانو ريتشي. النهاردة احنا بنتكلم على إيفنت في منتهى الأهمية، السنة اللي فاتت كان لأول مرة بيتعمل في منطقة أثار الأهرامات. بنتكلم على أثر، بنتكلم على أكثر من 4500 سنة، فهو شرف الحقيقة لكل فنان بيشارك في مثل هذا الحدث هنا في منطقة أثار الأهرامات. السنة اللي فاتت اكتسب أكثر من 10,000 زائر جه لهذا المعرض. السنة دي أنا أتوقع يعني عشرات الآلاف من الزائرين هيجوا لمشاهدة هذا المعرض الجميل اللي بيتعمل هنا. مش بس ده الإيفنت الوحيد، وأنا أتوقف على كده، ما ننساش إن إحنا عندنا 4 نوفمبر مئوية توت عنخ آمون. كانوا عندنا الكبير البرنس نفسه، كان عندنا جده اكتشف توت عنخ آمون، كان موجود من لايك فيو مانس في كاليفورنيا اكشي، وعملنا احتفال كبير برضه. دي صح، احنا هنحتفل برضو مصر اللي فيها مقبرة توت عنخ آمون، وخاصة في الأقصر هنعمل الاحتفال ده يوم 4 نوفمبر. والحدث الأكبر إن شاء الله هيبقى في شهر 12، في يوم 3/12 عندنا الفاشن شو العالمي ديور، وهيتعمل هنا برضو في الهرم، برضو عند الأهرامات. طيب حضرتك كلمني على يعني أنا شايفة من السنة اللي فاتت للسنة دي إيه الاختلاف، ونادين عبد الغفار عملت إيه مختلف السنة دي؟ السنة دي في أنا شايف في فنانين مختلفين، الفن نفسه اختلف كمان، في أشكال تانية شايفينها ومش عايز أحرق على الكاميرات وعلى كل الزوار، لازم يشوفوا كم الفن المختلف عن السنة اللي فاتت عشان يجذب شريحة أكبر من الفنانين والحقيقة الحمد لله أنا النهاردة التقيت بمجموعة كبيرة جدا اللي كانوا بيقفوا قدام الفن الرائع هنا، وكان الفيدباك بتاعهم في منتهى الروعة الحقيقة. أنا بشكر نادين وبشكركم على تشريفكم لينا النهاردة، وشكرا. شكرا.